كنبغي نغطيهم بداك الباش غير باش ما تصبش عليهم الشتا. بس عليا بزاف بزاف اختي، يعني حشت ضروب بزاف صعيبه صعيبه عليا بزاف اختي. دابا كنحاول باش ولادي غير ما يتشردوش. انا اختي سعاد البرداني، كنسكن في طريق مراكش يعني في تملالت. ومهم كنت صغيره ولدتني امي طلقات بيا، يعني كان با كيتزوج طلق العيارات بزاف. امي تزوجت وبا تزوج، بقيت مع مرات جدي. يعني الوالده ديالي قالت لمرات جدي شديها ليا تنولف عند راجل ثاني، قالت لي واخا. المهم بقيت مع مرات جدي. المهم انا ما كانش كيبغيني راجل امي، يعني حاجة يعني باينة. المهم ولات عندي 15 عام، ولات الوالدة ديالي تتقول لي خاصك تعاونيني، خاصك تخدمي، خاصك. وليت مشيت للدار البيضاء خدمت، كنت نخدم عند الناس يعني تيتهلاو فيا وداك الشيء. المهم خدم في الديور اختي، كنصبن كنجفف كنطيب. بنت 15 عام اختي باقا صغيرة صافي. بقيت دوزت مدة طويلة مع شي 4 سنين. جيت اختي تنجي كنطلع على الوالده ديالي، كنطلع على با، كنطلع على مرات جدي. المهم قالت لي الوالده ديالي صافي بلا ما تبقاي تخدمي عند الناس، تبقاي تخدمي. قالت لي في الديور اللهم سيري تزوجي. جا واحد دق في الباب، يعني ما كنعرفو ما حتى شي حاجه، جا على حساب لاكارت. بغيت ندير لاكارت، لقيت الوالده ديالي با ما حاطنيش في الحاله المدنيه باش غادي ندير لاكارت. حطيت راسي لراسي وطلعت لاكارت ديالي لراسي. المهم جا واحد السيد، انا المهم باغي ندير داك لاكارت. قالت لي امي انت بلا ما سيري تزوجي حسن لك بلا ما تبقاي تدوري وتهز الساكته تدوري على بنات العيله تخدمي عليهم لا ما تزوجي. المهم زوجاتني بهذاك السيد ما تنعرفو ما تيعرفني. مشينا اختي، المهم داروا داكشي اللي بغا يديروا مع بعضياتهم، انا ما عرفت شي حاجه. صافي داوني لواحد البلاصه تيقولوا ليها، يعني ديك البلاصه تيقولوا ليها القلعه، يعني غال الحجار، يعني على السدر، يعني صعيبه ديك البلاصه باش تعيشي فيها الباديه. و من تيقول واحد البلاصه تيقولها القلعه، من القلعه لي يعني جيت له نازله. المهم لقيت اختي راسي عوسط الحجار، وسط يعني عيشه صعيبه تما. التعامل ما كانوش كيعاملوني مزيان، كانوا تيضربوني، كانوا هو تيسير يسرح. صافي باه جرى عليه من الدار، قال لي جمع لي حوايجك وسير وبعدو مني عاد تيجي كيربي على الناس. كنمشي نسرح كنورز كنحطب كنحش تيكمي اختي وكيسكر يا اختي وكيدير شي حوايج يعني وتيضربني وتيقول لي انت خاصك تسرحي وانت خاصك تحشي وانت خاصك كلشي ديري انتيا. يعني تنقول انا ربما داك السيد بقيت صابره، تنقول له باش انا كنمشي نطلب شي دار نسكن فيها، ولا يعني الناس بغات تربي تشدي واحد الدار ما غاديش يعطيوها لك، خاصك تكوني قاده وتكوني قاده تفلحي وقاده تحشي وتسرحي تسرحي. وكنت انا عبنت المدينه، كنت شطابه ما تنعرفش ليها وما كبرت فيها يعني، وحاولت مع الظروف شعلت العافيه تنطيب لولادي في الزنقه ما واحد الحاله. وتيمشي وتيخلينا تيل الفلوس تيجمعهم تيسير هويا. شد اختي الفلوس في الشمنظر في الفاصه في هذاك الشيء كيطلع في هذاك الحليب كلشي، تيجمع داك الفلوس كاملين تيسير هويا تيكسي راسو راسو يعني اللي خاصو كيجيبها. انا يا تنبقى انا ولادي ما مكسيين ما حتى شي حاجه اختي، ما تنشوف راسي غادي وتنضيع لا انا لا ولادي. اللي كنبي معاه تيبقى صافي تيولي تابعني بالحجر، تيهرس ليا راسي حاليا دايره في مات شحال ديال الخياطه كامله وتيضربني شحال. وما تخيليش اختي معايا شحال مره ضربتني البقره النيف ديالي، مره تضربني تقيسني العيني مره. وكاك تنجاهد تنقول انا تنصبر باش بغيت ندرك غير فين نستقر انا وولادي، لا كتب لي الله. ولكن داك الشخص ما صدقش معايا هو هذاك، يعني ما كان عندهم شخصيه، ما كانش عنده مسؤوليه، ما كانش عنده طموح، ما كانش يقول انا راه عندي ولادي باقين صغار تا هما خصهم يكونوا تا هما ندير لهم تا واحد المستقبل ديالهم نضمنوا ليهم. انا ما طلبتش شي حاجه كثيره منه يكافح حتى هو ويكون حتى هو، ولكن هذا الشيء بقى من الماضي. يعني بلي وليت كل مره تنجي تندير الشكايه تصيفطني كل دم تقول سيري ديري الشكايه. يعني داك السيد حاولت مع جميع المحاولات صح ما صدقش. صافي هذيك كاتب عمي قالت لي شوف خاصك ديري الطلاق. هذا السيد قالت لي صافي راه كديري التنازل، كيبقى يطلب فيك كديري التنازل، اللهم سيري. قالت لي ديري الطلاق، قالت لي ديري الطلاق فاش تخدمي عليه وتجيبي لي وتعيدي لي. قسما بالله اختي الا بلي كيوصل العيد تيقول الله اعلم الا كنهز ولادي وكنمشي.
تنمشي اللي جاي من طاليان واللي لبس عليه مسك عليه الله تيعاونوا الناس باش كنشري العيد. تنقول كيفاش العيد ما بقى لي والو وانا تنبغي يا كثير يا قليل. غير باش ولادي يحضروا عيني ويقولوا دوك الناس هما راه معيدين يعني ما عندوش حس المسؤوليه نهائيا. صافي اختي بلش تعيط. مشيت دارت لي ديك السيده كدير كاتب عمومي عمرت لي واحد الوريقه بسميتو كلشي الفوتوكوبي ونسخه ديال الدراري والعقد ديال الزواج كلشي. قالت لي دير المحكمه. المهم قالت لي الا كانوا غيديو يدفعوه ليك ماشي مشكل كانوا باقيين معطلين ديه راسك الاكتباغه يعني مزروبه بي. شفت تعيط اختي كنت ندور وتنطلب الناس ومره خدامه مره مريحه مره ما كاينش الموقف تنمشي وترجع ما تلقاش باش ندير داك التبليغ والتنفيذ. خاصك بعد دير التبليغ والتنفيذ يعني باش هو يسني ليك ولا يسني لك شي حد بلي بغيتي يسني ولي يسنى ليا واحد خو هو اللي يسنى ليا في الطلاق. قال لنا غادي نسني لحقاش خاص ضروري يكون التوقيع ديالو ولا شي حد من العائله ديالو. صافي مشيت اختي عند الناقب دار لي ديك واحد المحاميه قال لي كتب لي واحد الوريقه وصيفتني عند قال لي سيري للمحكمه حدا مالي اللي مراه واحد السيده راه هي محاميه وراجلها محامي. المهم هاد المحاميه غادي نصيفط لها انايا المهم ورقه باش يعني باش تضمن حتى هي باش يعني باش تدافع. المهم تبعت اختي الجلسات ديالي واخا حتى كان الطلاق صعيب لحقاش عندنا الدراري وداكشي. صافي انا بلي قلت لهم تنقول لهم نفس الحاجه يعني انايا غامرت وداكشي مع ولادي وبغيت زعما ولكن هو ما صدقش. صافي بلي شت راسي ولا فيا الطانسيو العصاب دو ما تنشربوش ما وليت في شكل يعني ما بقاش كنصبر حتى ولادي ما بقيتش كنقدر على دوك المشاكل كانت تدوز عليا هويا. صافي شت عيط اختي وانا نطلب الطلاق. انا اللي طلبت الطلاق كان تيجي الجار داك كنت ساكنه في بوليت حديدو كان وقف معايا واحد السكرالي مسكين واحد الشهر وخدمني في القهوه ديالو ب 7000 ريال كل خدامه داير لهم 6000 وانا 7000 كراعي الظروف ديالي وهز الكره من الفلوس ديال الضو وقال لهم خلصوا لهذيك السيده مشى السمسار تيدور معايا لقى واحد الدار قال لي انت جيب عطيها الساروت وجي دي فلوس ديال الكره ديالك يعني مده عام. جيت اختي كنت نخدم تما اليوم. المهم جيت لهنايا عاوتاني سكنت ثاني في حي الراجه خدمت في الموقم خدمت في المسمن خدمت اختي فين ما وراني تنخدم ولكن اختي عييت ما بقيتش قادره تغلبت دوك فلوس الكرا ما بقيتش تنقول الكرا غلبني اختي الصراحه الكرا غلبني باش هو هاد السيد اللي جالس دابا في الدار وكاري عنده انا دابا غدا دابا اليوم 27 في الشهر عيقول لي حط لي 13000 ريال وسيري جيب لي داك الارمله. قلت لها ساعه الوكيل انا بغيت انا ورا ما عندي فاش نطمع فيه ما عنده ما يعطيني ما غندي ما نعطي دير لي داك ديال الارمله عطيها لي باش نوليت انا نعاون بها راسي واخا حتى قليله يعني تنعطيها في الكرا وتنريح يعني ما تلقاش باش نكسي ولادي ما تلقاش ما نوكلهم انا واحد الماكله زوينه تنمشي للسوق انا على قد الحال ما تلقاش الحاجه كنساو ما كنشريهاش ولادي تقول لك بغينا امي هادي حنا ما عندناش هادي يعني دوزت اختي ظروف صعيبه لا في صغري ما عشت شي يعني شي طفوله ولا عشت شي حنان ولا شي حاجه ومن الفوق هادشي كامل كنطالبه اختي انا غير باش نكون مع وليداتي عا ما نتشردش ونبقى مستونه مع وليداتي ولا كان محسنين اللي قدروا يتعاونوا معايا غير في الكره يا قليل يا كثير ما طالبش شي حاجه واخا تكون غير حاجه بسيطه. خوتنا المسلمين اللي كيعرفوا بينهم وبين الله وفيهم حس الانسانيه هادشي اللي كاين يعاونوا انا وليداتي وهذوك اليتامى لحقاش محسوبين إتامة. دي قاع تيهضر معاه في التليفون يعني باش يتفكرهم ولا يقول انا تنكابر انا على دوك الاولاد واخا تفارقت كاع توقع ونصيفطهم انا عي باش يعاونوا غير الكره ما تيشوفش وكاع بلادو. كان هو تيقول لي سرط كون شي 3 سنين باللي هو كان داير دوك الشكايات وما دارش عليهم التنازل قالوا لي ما شديناش هنايا نشدوه في القلعه يتحول لي الميل في القلعه. مره يعني ما عندوش بلاصه مستقره تيكون فيها دائما كل مره فين تيكون يعني ماشي كيف ما كنا في العاده بلي كان تيهز وتيلوحنا من هكا القنطه القنطه. دابا المشكل ديال العشاء وديال تحت الزيتون وديال البلان هذه هي حاجه اخرى. دابا كيوقع لي شي مشكل مع السيد اللي مرباه معاه. دابا دخلت انا لواحد البلاد بغينا نشدو دابا مثلا ديك البلاد بغينا نحرطوها نقادو غندو النصيب ديالنا فيها يعني نديو الثالثه نديو الرابعه كاع هذا غيدير لنا واحد ربعه البقرات يعني غنحلبوهم غيدي السيد تا هو النص حنا النص بالنسبه لدوك البقره شحال تعطوا ديال الحليب يعني غادي ندفعوه غادي تجي في ديك 3000 ريال غيتقدى بها من السوق للسوق عادي يعطي السيد مول البهيم غيعطيه نصيبو عاد داكشي الطرفي تا هو غيشدو غيتسنى داك الشماندر تخدمي ديك البلاد وتسنى الشماندر تسنى الزيتون وتسنى يا اختي البال حتى يولي داك يعني يكبر المهم تشدي انت نصيبك. هو لا داك النصيب وهداك الشيء ما كيتفاهمش مع مول البلاد
يعني كيبدا كل ما تقول اللي باغي يخدم كيحضر راسو، واش حنا ما عندنا سكنه ما عندنا فين نمشيو يعني، وعندنا الدراري الصغار فين غنمشيو، وما كيتفاهمش مع الناس. انا كنحاول ديما نخيط، كنحاول ديما كنخيط بخيط ابيض زعما بينو وبين السيد اللي مربي علي. هو تيقول لك لا صافي، تيجري عليه تيجري عليه، تيدير معاه واحد السيمانه يعني يخوي ليا الدار بحالها بحال دابا هذا الكرا دابا لما خلصتوش انا غير يقول لي خويا اليد تيخرجوا صافي تيخرجوا اختي مع الباب، والله شاهد تيخرجوا مع الباب صافي كيسد بابه كنلقى راسي قسما بالله اختي انت تقولي الله اعلم ورا حضره ملائكتك ورا ربي اللي كيعاني بهذا الهضره، تنقول لك خارجه من اعماق القلب ديالي والمحسنين راه كيسمعوا فيا كاملين. الا هادشي اللي كنقول لك راه الله شاهد يمكن نزيد حتى شي كلمه من راسي. اولادي نعسوا في الشمس، مرضوا لي في الشمس، جاعوا تعراوا تحفاوا، كنلقى غير المحسنين اللي كنضل ندور دايره ساكو تندور، نجيبها خبز نجيبها زيت نجيبها، كل كيدور معايا هكا هو ما كاينش. اللي كيدوروا فيه الناس يقول لي كيفاش دوك الناس دوك الدراري مساكن مخليهم بلا عيد بتا حاجه، وحاطهم حاطهم في عشاء في ميكا. قسما بالله اختي كان الشتا كان تتصب، وملي كنشوف الحال والرعد كيصب عليا تنمشي كندور، تنبقى ندور على الدور ندق عليهم، تنقول انا دابا في الخلا وبيني وبين الله يدوز شي واحد وقلت له حاجه. الكلاب الكلاب كيكونوا كيدوزوا من حدايا، وتنخاف على راسي ونخاف على ولادي، وهو ما كاينش وخايفه خايفه ما الزمان ما تيرحمش، واللي كاري ليك ما تيرحمش اختي. انا ما عطيتيش فلوسه غادي يقول لك سير، يعني ما عندي ما ندير لك، يعني حتى هو عم تقاعد على بالك يعني، واخا يكونوا عنده الفلوس واخا يكون عنده اللي كان يعني بغي الكرا. انا قلت لي نقص لي غير 50 درهم، قال لي كلا 13000 ريال باش كاريه، وقال لي 14 والشهر الاول خلصته ب 14. قلت لي شوف عندي ولادي صغار وعندي لي تما راك عارف وما خدامه ما عندي لا مدخول لا والو، حيدي هذيك 50 درهم خلي لي في 12 وانت كتشوفي الحاله اللي صرنا فيها. هو قال لي كلا ما عجبك ما عجبكش خرجي. واختي اش غنقول لك، العشاء سكنت فيها كندور تنقلب على باش، تصوري معايا باش بحال شي وحده بتغطي التمن كما تيقولوا في الباديه، بتغطي واحد النادر ديال التمن كك انا ولادي تنبغي نغطيهم بداك الباش غير باش ما تصبش عليهم الشتا. بس عليا بزاف بزاف اختي، يعني احش ضروب بزاف صعيبه صعيبه عليا بزاف اختي. دابا كنحاول باش ولادي غير ما يتشردوش ونبقى معاهم يعني، ويعطيني الله الجهد والقوه. دابا وليت اصلا وليت كنسخف بزاف، ولا الطانسيو والعصاب يعني بزاف اختي، عشت دردفت وتمحنت محنت بلي كنت صغيره يتيمه من الاب ومن الام، دا واحد ما داها فيا الام تزوجات والاب تزوج وكمل ليا هو هذا السيد هذا كمل ليا كلشي. حاليا لا خدمتي ولا خرجتي ولا تحسدك على ابسط حاجه، واخا تجيبي تديات تبغي تحاولي تنتي تبيني راسك راك فرحانه، ولا تخدمي واحد النهار تخملي المراه لما صبنتيش المراه ولا ما خملتيش ليها تدور معك ديك 100 درهم ولا 50 درهم تيتسحابوك انت، تيبداو تلقوا عليك الاشاعات تيسحابوك انت باش انت راه عندك غير الله، انت باغا تعيشي غير بالحلال. يعني هذا الراجل ما فيش الخير، اشاعات ديما راه ما عندهاش راجل، ديما ما خاصها تكون في الزنقه اللي فيها الرجال، ديما ديما هذه واخا تكون هي محتارمه يعني، واخا تكون مطلقه وعندها براته واخا ما عندهاش يعني، اي امراه ما عندهاش راجل راه خارجه الطريق وراه تدير وتتفعل يعني، واخا تكون الله اللي عان بها خاصها كل شيء في الداريه. اصلا هي خاصه اصلا باش تعالج راسها خاصها بعد الدواء، خاصها بزاف د الحوايج. وكنحاول اختي كنحاول نصبر ويعطيني الله القوه باش نكبر دوك الاولاد وصافي حتى يقضوا بروسهم. وانا كما تيقولوا انا دوزت بزاف د الحوايج يعني، دازوا عليا بزاف الظروف صعاب وانا باقا عايشه فيهم الان. تنقول اختي المحسن انا اللي باغا انا الكرا ما عيشة صعيبة عليا، ولكن ديباني راسي يعني نخدم مع الناس يعني اللي بتخمل تنخمل معاه، وخا مبقاش عندي الصحة تنحاول. ولكن الحاجة الوحيدة اختي اللي كان ما كنقدرش عليها وتتمحني هو الكرة، وتنخاف لنخرج للزنقة ثاني ولادي ما كانش العقل عليا، ديما ما كننعش تنقول انا علاش انا ما كون كنت انا عندي راجل مزيان وكنت انا يعني انا كون كان عندي انا بيت وكوزينة ريح فيهم ماشي مشكل، ولكن المشكل اللي عندي في الكرة وماني الكرة ما تيعقلوش. حاليا هادي جاتني غالية تندور تنقلب ما لقيت